السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة سمية. اليوم غادي نوجدو خرينجو بطريقة مبسطة ومقادير موجودة في كل بيت. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير حتى نهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش تشاركوا معايا في القناة ديالي، ديروا لي لايك وتابوناو معايا. كنحتاجو كاس ونص ديال الدقيق، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الماء. هاد المقادير هادو كلهم بنفس الكاس، كيف ما كان الكاس المهم ناخدو نفس الكاس نعبرو به كلشي. كاس ونص منو ديال الدقيق، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الماء، بيكنج باودر 4 معالق، وكيس سكر فان. ناخدو جوج كيسان ديال سنيدة سكر سنيدة، وكاس الماء، وفانيا وحدة باش نديرو بهم الشربات باش نسقيو بهم ديك الحلوة. خدينا كاسرول غندير فيها جوج كيسان ديال سنيدة سكر سنيدة، غنخوي عليهم كاس ديال الماء. شعلت عليهم انا البوطة من قبل، غادي نحركهم. ونخليوها طيب، من الطيب غادي نزيد عليها فانيا. ناخذ كاسرول ندير فيها كاس ديال الماء عليها نص كاس ديال الزيت، نضيف عليها سكر فاني، وغادي نخليها تغلى. من بعد ما غلى الماء غادي نحيدوه باش نصايبو به الحلوة. من بعد ما غلى الماء غادي نضيفو الدقيق ديالنا عليه، نضيفو شوية بشوية ونخلطوه. وغتبقى لينا غير خميره ديال الحلوه غادي نضيفوها هي الاخر. من بعد ما جمعتها غادي نضيف عليها 4 معالق ديال بيكنج باودر خميرة الحلوة، غادي نخلطوها مزيان. غتكون بردات العجينة عاد ضفنا ديك خميرة الحلوة، باش كل ما كنخلطو كل ما العجينة كتبرد. غتكون بهذا القوام هذا، ما تكونش قاصحه. ناخذ جيب حلواني نعمرو فيه العجينه باش نشكلو به يكون بحال هذا الراس او اي راس بغيتو، ونبداو نشكلو العجينه يا دوائر يا طوال كيف ما بغيتوها. انا غنديرها مدورين وغنديرهم طوال.
انا غنكمل بحال هكا حتى نسالي العجينه كلها اللي عندي ونرجع. من بعد ما شكلت الحلوة ديالتي غادي حطيت الزيت سخون، سخن مزيان، سخن خليته حتى سخن مزيان، وغادي نبدا نحط فيه وحدة بوحدة. وغنخليهم يتحمروا على نار هادئه حتى يتحمروا ونقلبهم على الجهه الاخرى. من بعد ما تحمرات غادي نبداو نقلبوا الجهه الاخرى. غادي نقلبها كلها من عنسالي، نزيد الكميه اللي عندي، وكل ما طابت كون نحطها في الشربات اللي درت من قبل، القطر اللي درت من قبل، ونتلاقى في طبق تقديم. من بعد ما قليتها وحطيتها في القطر اللي صايبت من قبل، هذا الشكل النهائي، كتجي لذيذه وهشيشه ورائعه. نتمنى وصفه اليوم تعجبكم ونتمنى تجربوها بالصحه والراحه. نشوفكم وصفه ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم.